هنا بنى بول وأندري مشروعهما استعداداً لمرحلة التقاعد من مهنة الصيدلة. هذا المشروع واينري نعمل نبيد هون، بس المشروع هو هوبي، هي الباشن تبعيتنا. شاتو سانت أندري، أندري مرتي بتكون اسمها وايف. It's family business. We are pharmacists. وهالهوبي تبعيتنا واين ميكر. ليست تلك القصة التي أتت بنا إلى كهف بول ومكانه الجميل المعزول عن أي ضجيج مديني. القصة في تلك الزجاجة. انعملت أول مرة سنة 1587 بليون بفرنسا. كان في بنت عندها سعلة ناشفة، ما كان في لها دواء. كان في أبونا كان فارماسيست، قام حركب لها بوشن صار اسمه اليوم ليكر، based on 23 plants and flowers، فيها 23 عبدة ونشبة وصحي. توفى الأب، صارت الفورمولا منسية بالأرشيف بالدير. البنت كان اسمها سيدرين، سواء اسم سيدرين عملت الليكر. 1917 الحرب العالمية الأولى. هلأ القوات الفرنسية بهالوقت كانوا عم يعانوا من تعب، من برد قارس. الضابط حب يعمل شيء يعطيهم انرجي، فكر بالسيدرين، هل نعرف كيف وصل له، حضره. later on بعد وقت الفرنسيوية هاجموا ربحوا المعركة، بس unfortunately بهالمعركة توفى الضابط والفورميلا again الناس راحت. نحن كيف عرفنا التركيبة وصلنا لها؟ هي بواسطة common friend اللي هو بير جيزويت أبونا يسوعي. هون نحن طلبنا الخدمة منه إذا في يخدمنا يجيب لنا الفورمولا منهم، لأنه ما بيعطي الفورمولا لحدا. إيه خدمنا بشغلة واحدة، عطينا الإنجريدينس بس الكونسنتريشن لحنا لأنه فارماسيست اشتغلنا عليها، توصلنا لإيتش بلانت شو هي عند الكونسنتريشن تبعيتها. ليه؟ لأنه هي صعوبتها هي التركيبة، وقت بدك تدوق أو تشربها عندك 23 نبتة وعشبة، عندك 23 أروما، ولا أروما لا تضغي على الثاني، بالانسد فورمولا. بول وزوجته باتا يصنعان هذا المشروب بكميات قليلة لأنه يحتاج إلى سنة ونصف كي يصبح جاهزا. هي موجودة، كل واحد بيحب يشربها يدوقها منقدم له إياها، منقدم لها بعد الغداء لأنه هي ديجستيف. هو شغف أولا وأخيرا يذهب به هذا الثنائي إلى حد الاحتراف. ناخد رأي بعض وبيدوقني وبدوقه شو بعمل وبدوقني الواين تبعه. هنا تسمع الكثير من الأخبار عن عالم النبيذ الواسع. الفروتي واين هو كناية عن وايت واين عادي، بس ما أنه نحن فارماسيست لقينا طريقة صغيرة صغيرة نزيد ناتشرال فروت بقلبه، نزيد البيتش والأبريكوت. كثيرون يدفعهم الفضول كي يأتوا إلى هنا لتذوق مشروب سيدرين، لكن السر يبقى عند بول وأندري الشريكان في الحياة منذ أكثر من 3 عقود. لبرنامج اليوم على الحرة مصطفى عاصي، منطقة إقبال، قضاء كسروان.